اقف هنا يعني ولا؟ اوكي. Change is the only real constant. Everything else is in constant change. دي كوت عدت عليا في يوم وانا قاعد على فيسبوك عمري ما فهمت معناها غير قريب. دلوقتي عايزكم كلكم تغمضوا، غمضوا عينيكم. كله يغمض. شايفك هنا غمضي. عايزكم تخيلوا معايا. دلوقتي لو قلت لكم ان كل واحد فيكم في ايده اليمين مرايه بتوريه نفسه من سنه. وفي ايده الشمال مرايه بتوريه نفسه دلوقتي. يا ترى شايفين اي حاجه فيكم اتغيرت؟ طولت شويه. خنت. طب سيبكم من الشكل. يا ترى كل واحد فيكم بيحب نفس الحاجات؟ طب كل واحد فيكم بيحب نفس الناس؟ الإجابة اللي أنا متأكد منها إن كلنا اتغيرنا. وإن لو كل واحد فينا دلوقتي طلع بعد ما نخلص الإيفنت اللي إحنا فيه وركب عربيته ولقى نفسه كمان سنة قاعدة جنبه مش هيعرفها. ودي عشان حاجة واحدة بس. إن إحنا على طول بنتغير وإحنا مش حاسين. وده اللي جاي أكلمكم عنه النهاردة. التغيير. قعدت أبص على كل أنواع التغيير اللي ممكن الواحد يعدي عليها. لقيت اللي سافر مع عيلته وهاجر ساب مصر. لقيت اللي خلص مدرسه ودخل جامعه. لقيت اللي خلص جامعه وابتدى يشتغل. لقيت الطفل اللي بطل ينام ونور الاوضه مفتوح. ولقيت اللي بطلت تاكل اكل معين عشان بقت فيجيتيريان. المهم اكتشفت ان كل انواع التغيير ممكن تتلخص في نوعين اثنين. يا اما انت بتغير الظروف اللي حواليك، الموضوع ده بيحصل بارادتك. يا اما الظروف اللي حواليك هي اللي بتغيرك والموضوع ده بيبقى بره ارادتك وبره ايدك. ساعات كتير الواحد بيتحكم في الدنيا اللي هو عايشها. يعني فور اكزامبل يقول انا ابتديت اخش مدرسه او ابتديت جامعه فانا هبتدي اصحى بدري وانام بدري. انا درجاتي بتقع فانا هبتدي اذاكر بدري اذاكر اكتر. الموضوع انا اللي بتحكم فيه. وساعات تانيه كتير جدا الظروف هي اللي بتحكم فيا. ان انا ابتديت اشتغل، ابتديت مدرسه، ابتديت جامعه، باجي على اخر يوم تعبان فبضطر ظروفي بتضطرني ان انا انام بدري. وكده النوع الثاني هو اللي بيخليني اغير من نفسي. وده اللي انا عايز اركز عليه النهارده. النوع الثاني من التغيير اللي بره ارادتنا. هو عموما التغيير ما بيجيش مره واحده. بياخد وقته. زي ما كل واحد فيكم فكر من شويه، محدش فينا فضل زي ما كان من سنه، ومحدش فينا هيفضل زي ما هو كمان سنه. كلنا بنتغير ومحدش بياخد باله غير لما يقف لحظه يبص على حياته. ساعتها بس هيعرف ان هو اتغير. خليني احكي لكم شويه عن نفسي. انا واحد طول حياتي ما بحبش حاجه اسمها التغيير. بكرهها. وده عشان حاجه بسيطه جدا، ان انا بخاف من التغيير. أنا واحد طول حياتي عايش في نفس البلد في نفس العمارة بنزل كل يوم الصبح أسلم على نفس البواب وأنا رايح نفس المدرسة عشان أشوف نفس الصحاب ونخلص مدرسة نفس نخرج نفس الخروجات. حياتي روتينية، حياتي ستيبل. بخلص مدرسة في الويك إند بخرج مع عيلتي نروح نتغدى سوا وأصلي في نفس المكان في الجامع بتاعي وأخلص صلاة وأروح مع بابايا وأخويا نحلق عند نفس الحلاق. كل حاجة ستيبل، كل حاجة روتينية. المهم في برايمري 5 بابايا شغله اتنقل بره مصر. وساعتها كان المفروض ان انا ومامتي واخويا ننقل حياتنا بره مصر كمان. وحصل. اهلي سحبوا ورقي من المدرسة هنا ورحنا قدمنا بره. اتقبلت وقعدت الصيف كله بره لحد ما جه وقت الدراسه هتبتدي فاضل اسبوع على المدرسه بره. قعدت انا فاكر انا واخويا نعيط لهم في البيت مش عايزين نغير حياتنا، عايزين نرجع مدرستنا، عايزين نفضل في نفس المكان. خايفين، خايفين من حاجه احنا مش عارفين هي ايه، خايفين نغير حياتنا. وحصل. خدنا ورقنا ورجعنا تاني المدرسه. وابتديت السنه وانا في مدرستي تاني. بس طبعا عشان ما حدش فينا بيقدر يهرب من التغيير رجعت لقيت الكلاسز كلها حصل لها شوفلنج
واصحابي نصهم في فصول تانية يا مشي من المدرسة. ساعتها بس عرفت ان الواحد ما ينفعش يهرب من التغيير. من سنة بالظبط جالي اكسبتنس لنيويورك يونيفرسيتي في ابو ظبي، وكان اكبر قرار في حياتي. قعدت الصيف كله اسافر ولا ما اسافرش، اسافر ولا ما اسافرش، اغير حياتي ولا لا، اخد الخطوه واطلع بره الكومفورت زون اللي انا قاعد فيها طول حياتي ولا لا. قعدت محتار، بس قررت ان اخد الخطوه واطلع بره. قلت خلاص هسافر، لحد ما جه ميعاد السفر. وطبعا زي اي مصري في العالم الفيزا ما جاتش في ميعادها، فسفري اتاخر اسبوع، اسبوعين، شهر، شهر ونص. قعدت اقول طب يمكن دي علامه، طب ليه ما اخشش هنا جامعه؟ ما انا اصحابي كلهم هنا، نصهم في الجي يو سي ونص تاني في الاي يو سي، ايه اللي يخليني اطلع بره وابقى انا المختلف؟ ايه اللي يخليني اخد خطوه في حاجه انا مش عارفها، حاجه انا خايف منها؟ ساعتها قعدت مش عارف اعمل ايه، قاعد محتار، لحد ما وقفت لحظه، واللحظه دي فرقت في حياتي، هتفضل فارقه في حياتي طول عمري. قلت لنفسي افرض اتبسطت، طب افرض طلعت خدت الخطوه دي ولقيت ان الموضوع مختلف عن ما انت متخيله، افرض اتبسطت، قابلت ناس جديده، اتعرفت على حاجات جديده عمرك ما كنت تعرف عنها، اكتشفت حاجات انت بتحبها وعمرك ما كنت هتقابلها ولا عمرك كنت هتحبها الا لو خدت الخطوه دي وطلعت. الفكره فينا ان احنا دايما بنبص على الحاجه من ناحيه واحده، مع اننا لو خدنا خطوه للجنب وبصينا عليها من ناحيه ثانيه او اي ناحيه ثانيه هنلاقي ان الموضوع ابسط من كده بكتير وممكن يتحل. لما بصيت على كل المراحل اللي عديت بيها في حياتي لقيت ان التغيير ممكن يتلخص في خمس مراحل: fear، الخوف، denial، الانكار، acceptance، تقبل، adaptation، التاقلم، و last but not least it happens، تلاقيه بيحصل مره واحده من غير ما انت تاخد بالك. خدت الخطوه وطلعت وابتديت اول مرحله، الخوف. دخلت الجامعه مش عارف انا متوقع مني ايه، انا مش عارف هقابل ايه، خايف، متوتر، مش عارف ايه اللي ممكن يحصل لي وايه اللي ممكن يقابلني بدون سبب، بس خايف خلاص عشان كلنا بنخاف نقول، وده طبيعي. خلصت مرحله الخوف ودخلت بعدها في مرحله الانكار، مش مصدق ان انا طلعت بره مصر، مش مصدق ان انا مش عايش حياتي الروتينيه اللي انا عارفها اللي انا ضامنها طول حياتي. انا واحد طول حياتي بخرج نفس الخروجات مع نفس الصحاب مع نفس الناس في نفس البلد في نفس المكان، فجاه كل ده اختفى. قعدت بحاول اقنع نفسي واقنع غيري ان انا لسه موجود، ان انا ما سبتش مصر. انا السمستر بتاعي كان بالنسبه لي عشان رايح متاخر شهرين، في الشهرين دول نزلت مصر ثلاث مرات ما بين كل مره والتانيه ثلاث اسابيع، بنزل بغسيلي، بنزل اخرج مع عيلتي يوم الجمعه في نفس الاماكن، واخلص الصلاه واروح احلق عند نفس الحلاق مع بابايا واخويا. ليه؟ علشان بحاول اقنع نفسي واحط نفسي جوه صوره ان انا لسه موجود، انا ما سبتش المكان اللي انا فيه، انا ما اتغيرتش، الظروف مش هتغيرني. لحد ما حد من صحابي شافني في مره وانا في الجامعه، قالت لي كلمه خلتني ارجع تاني ابص من نفس الناحيه اللي انا خدتها قبل ما اسافر على طول. قالت لي عزام انت فيزيكلي قاعد معانا هنا في ابو ظبي، بس انت قلبك وعقلك في مصر. خلتني ارجع تاني اخد الخطوه للجنب، ابص على الموضوع من ناحيه مختلفه، احاول اتقبل فكره التغيير. طب ما هو فعلا ممكن اتبسط، ممكن يطلع الموضوع حلو. وحصل، طلعت بره، بطلت اطلع كل يوم اقعد في الاوضه لوحدي اتفرج على صور قديمه، بطلت انزل صور على الانستجرام ان انا في مصر اللي كانت بتحاول تقنعني ان انا لسه موجود، بطلت اقعد في الاوضه افكر قد ايه انا متضايق. ابتديت احاول ابسط نفسي، اقنع نفسي ان انا ممكن استفيد من اللي انا فيه. ابتديت اخرج مع اصحاب جداد، اتعرف على ناس جديده، اروح مكان جديد احاول اتاقلم على المكان الجديد اللي انا عايش فيه. لحد ما في مره وانا بلبس في اوضتي الجديده عشان انزل اخرج مع اصحابي الجداد
في المكان الجديد اللي انا عايش فيه حياتي دلوقتي لقيت ان انا خلاص اتغيرت وعديت على 5 مراحل من التغيير. من كام سنه اتفرجت على تيدكس توك بتاعت واحد اسمه هاني محفوظ. هاني محفوظ ابتدى التوك بتاعته بكوت لبانكسي. الكوت بتقول A man does not die once but twice. Once when he breathes his last breath. The second is when his name is said for the last time on earth. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الواحد فينا ما بيموتش موته واحده، لا بيموت موتين. اول واحده لما بيتنفس اخر نفس ليه في حياته. الموته الثانيه لما اسمه بيتقال لاخر مره على الارض. الكلمه دي اثرت فيا جدا. هاني محفوظ ختم التوك بتاعته بانه بيقول انا مش عايز اموت تاني، ودي خلتها مبدا امشي بيه في حياتي. انا فعلا مش عايز اموت تاني. انا فين الامباكت بتاعي على الارض؟ انا فين الامباكت بتاعي في ان انا اغير من حياه الناس حواليا، اعمل اي فرق في المكان اللي انا عايش فيه، او اغير من حياتي انا؟ فين الامباكت بتاعي على غيري وعلى نفسي الاول؟ قعدت افكر ليه دايما الواحد بيسجن نفسه؟ ليه كل واحد فينا بيعمل زنزانه لنفسه ويخلي نفسه محبوسه جوه الزنزانه دي؟ في مثل بيقول انك لو جبت واحد سجنته 50 سنه، بعد 50 سنه فتحت له باب الزنزانه هيقوم من مكانه يقفل الباب ويرجع تاني، مع انه لو كان خد خطوه واحده كمان بس بعد الباب كان زمانه حر. هو بس ما خدش الخطوه عشان خايف، خايف من المجهول، خايف من اللي هو مش عارفه. ما تخليش نفسك سجين لزنزانه انت اللي بنيها. ما تخليش نفسك سجين لزنزانه بنيها لك كلام الناس، ما تخليش حد يمشي لك ظروفك، ما تخليش حد ياثر على حياتك. خليك انت صاحب قراراتك، خليك انت صاحب الظروف اللي انت عايزها، الظروف اللي انت عايز تحطها لنفسك. لو عايز تعمل حاجه اعملها رغما عن اي حد. عايزه تتعلمي كيك بوكسنج انزلي اتعلمي كيك بوكسنج، عايز تتعلم رقص انزل اتعلم رقص، عايز تتعلم كودنج انزل خد كورس الكمبيوتر في الصيف. ما تخلوش حد يوقفكم ويقول لكم ان انتم ما تقدروش. كل واحد فينا لازم ينزل، كل واحد فينا لازم يتحرك، يقوم يتحرك، يجرب حاجات جديده، يعرف نفسه، يعرف غيره، يعرف ياثر ويسيب اسمه ما يموتش الموته الثانيه. انا عن نفسي طول حياتي بنزل احلق عند نفس الحلاق مع بابايا واخويا. انا لما سافرت جامعه كل 3 اسابيع كنت بنزل عشان احلق عند نفس الحلاق مع بابايا واخويا. الشهر اللي فات بس كانت اول مره انزل احلق فيها في ابو ظبي. انزل اتغير اتجدد وخلي الناس يقولوا عليك ان انت التغيير. شكرا.